صباح الخير، يوم جديد بإحسان جديد ومعونة جديدة من عند الرب لحضراتكم. نفس وإحنا بنبدأ الاجتماع ربنا واخد قلبي قوي قوي لمزمور 119، الفقرة الأخيرة، الفقرة ت من عدد 169. مزمور 119 عدد 169، دي آخر فقرة في المزمور. بيقول له كاتب المزمور، في الغالب أغلب الشراح بيقولوا أن عزرا الكاتب هو اللي كتب المزمور ده عن كلمة الله، بس كاتب المزمور بيقول للرب: ليبلغ صراخي إليك يا رب. بيقول له أنا عايز صرختي توصل لك، هي واصلة. هو بيطلب الطلب ده وبيقول له: حسب كلامك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك نجني. وراح قال له في عدد 171: تنبع شفتايا تسبيحا. عارفين ان الشفتين يبقوا زي النبع كده، فيضين تسبيح. مش الترنيمه بتتخلع من البق بالعافيه ولا طالعه كده، لا، ده نبع فايض. فبيقول له: تنبع شفتايا تسبيحا اذ علمتني فرائضك. وبعدين يقول للرب، يقول له: يغني لساني بأقوالك، هقعد أغني بكلمتك لأن كل وصاياك عدل. وبدأ يقول للرب: لتكن يدك لمعوناتي. كم حد محتاجها النهاردة دي؟ لتكن يدك لمعوناتي لأني اخترت وصاياك. بعدين يقول للرب كده: اشتقت إلى خلاصك يا رب، وشريعتك هي لذتي. وبيقول للرب: لتحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك لتعينني. وبعدين يقول للرب كده في العدد الأخير في ختام هذا المزمور الجميل، يقول له: ضللت كشاة ضالة. بعدين حط نقطة وراح قال للرب طلبة. النهاردة أنا نفسي، يعني الروح القدس من أول ما صحيت الصبح بدري قوي، وبعدين الآية دي الروح القدس حطتها جوه قلبي، بيقول له إيه بقى؟ أطلب عبدك. أنا مش قادر أجيلك، بس انت اطلبني، اطلب عبدك لاني لم انسى وصاياك. انت خد بايدي، انت هاتني لمحضرك. لو انا جاي تعبان او منحني، انا محتاج ايدك القديره. كل حد جاي النهارده ونفسه ربنا يلمسه لمسه خاصه او بيسمعنا، فضلك غمض عينك وغمض عينك معايا. قول له بس كده للرب: لتكن يدك لمعونتي، اديني معونه في هذا الصباح. اطلب عبدك. مين عايز الرب يطلبه النهارده بالاسم؟ يقول لك: ده طلبني بالاسم. يطلبك النهارده فياخد بايدك وبايدك ويدخلك لمحضره. يلا واحنا بندخل محضر الله بعباده وتسبيح، تعالوا كده مع اخويا ملاد والاخوات، اخويا سامح، اخويا عاطف والاحبه، خلونا ندخل لمحضر الله كده واحنا بنقول له: اطلب كل حد تعبان، كل حد منحني في هذا الصباح. حط ايدك على كل حد فينا يا رب. بشكرك لانك مال المكان بحضورك حسب وعدك. بشكرك لانك في وسطينا، وبشكرك لانك عن كل واحد منا ليس ببعيد. تعال لكل حد فينا في اسم الرب يسوع بلمسه خاصه، للمتعب، للمنحني، للمقيد، للي جاي النهارده تعبان، للي عندها احمال. تعال للكل يا رب، اعين الكل اياك تترجى. يلا كمل وكملي صلاة معايا. يا يسوع بنورك تتسبي كل العيون، نور حياتنا بحب قلبك الحنون. النهاردة رب وانا جاي في محضرك نور جديد يا رب الحياة، يا رب ليك كل السجود وليك كل العبادة، ليك كل السجود وليك كل العبادة يا رب. يا رب ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. يا رب ليك كل السجود والحمد يا رب. كلنا مرة تانية: يا رب ليك كل السجود، يا رب ليك كل السجود والحمد يا ربنا المعبود. النهارده دي
نفوسنا تتعلق بشخصك وتلاقيك في كل يوم نور أو غضب طول الطريق، وفي حب قلب تطمنا وترفعنا ليك. مين زيك انت في حب يا أوفى صديق؟ كاتب المزمور تنبع شفتايا تسبيحا. النفس قبل ما اخويا ملاد يكمل، عايزك النهارده تقول للرب حاجه من قلبك، تقولي للرب حتى لو باصوات عاليه. تعالوا نقول للرب كلمات من انشائنا واحنا بنسبح. كل اخواتي اللي في الاجتماع واخواتي اللي بيسمعونا، تحب تقول لربنا ايه النهارده؟ مين يقول له انت صالح، انت عظيم، انت حكيم؟ مين يقول له انا بحبك، انت حبيبي؟ يلا خلونا نقول للرب كلمات، وخلوا صوتنا يطلع من فضلكم. خلي الرب يسمع 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 وشفتينا بينبعوا تسبيح. تقول للرب ايه في هذا الصباح؟ يلا سمعوني كده. مين يحب يقول للرب كده انت حكيم، شكرا، قدير، هللويا، صاحب السلطان، مجدا، ليس اسمك، ليس مثلك في كل الارض، ليس اسما اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. مين يقول له كلمات حب في هذا الصباح؟ بنحبك، بنعليك، بنديك السجود، تنبع شفتايا تسبيحا. يلا احنا مكملين تسبيح، خلونا نقدم الذبيحه دي للرب واحنا مفكوكين في محضره. يلا تعالوا نتفك في محضره كده واحنا بنعظمه واحنا بنعليه. لك الملوك سيد الأسياد، كل القدرات
نسبح رب واحنا واقفين العدد التاني. اقوله كده النهارده في حضورك في فكره عجيب مرات يا رب احتار فيه، لكن النهارده جوه نور حضورك الاله يا رب الذهن يتفتح والقلب النهارده يروح ناحيتك ويفرح بجلالك وبشخصك. كم واحد يقوله تدينه نور النهارده يا رب، تدينه نور عشان في وسط الاتعاب تطلع العباده زي ما كان الاساس ناشد بيرنم بلا مضض، ارنم وانطلق وافرح. يلا رنم مره تاني العدد التاني مره تاني. تدينا نور يا رب، تدينا نور النهارده بحكمه ونور اعلان من روح الحكمه والاعلان في هذا الصباح يا رب. رنم رنم افكارك للرب. ما شفناش ولا نشوف إله زيك يا رب، عارف أنه يجي بالبنوة الإلهية لحياتنا ويدينا امتياز امتياز ويحط جوانا ترنيمة دفع ثمنها ودفع أجرتها على الصليب. قال بولس الكلمات الجميلة، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، قولوا معايا، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. ده اللي اخترنا فيه من قبل تأسيس العالم، ده اللي حطنا في قلبه وفي ذهنه من قبل تأسيس العالم. عشان كده جيب المشروع الإلهي
علشان يشيل من علينا تراب العالم ويصنفنا أولاد وبنات الرب الجمال. هللويا. كم واحد يقول هللويا؟ مجد الرب في السماويات. كم واحد يقولوا كده النهاردة؟ عيشني في اللي ميزتني فيه يا رب الوقت ده. مش حد قال أمين؟ كم واحد يقولوا كده؟ عيشني في اللي ميزتني فيه الوقت ده يا رب. صباح الخير. كم واحد يقولوا كده؟ عيشني في الامتياز ده يا رب. أمين. اخترنا فيه وتبنانا بعمل الصليب وخلاص بالنعمة ومجاني بعمل الصليب. اخترنا فيه وتبنانا ونلنا النصيب وخلاص بالنعمة ومجاني بعمل الصليب. في السماويات في السماويات في السماويات وعدنا بكل البركات وأقمنا معاه وأقمنا معاه وأجلسنا في السماويات. كل وعد في السماويات في السماويات وعدنا بكل البركات وأقمنا معاه صعبة. صباح الخير. سهل ولا صعبة؟ مش الترنيمة، الامتياز سهل ولا صعب؟ الامتياز اللي لنا في المسيح صعب ولا سهل؟ يا رب النهاردة اخلعني 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 من عند أنهار العالم علشان أطلع البطاقة بتاعتي كده وارفعها في وش العالم وأقول كده أنا مدعو سماوي. ولما بقى مدعو سماوي قدام نفسي هبقى مدعو سماوي قدام العالم. بقول تشبيه بقالي وقت كده من كام شهر بقول كده ألمع حاجة عايزها السماء مننا ككنيسة ان احنا نعيش ككنيسة. بس لو صدقنا ان احنا كنيسة هتبقى الحالة متغيرة والوضع متغير والأرض متغيرة والسماء اللي فوقينا متغيرة لو عشنا ككنيسة. كم واحد قوله كده؟ رب خليني جوه الامتياز ده يا رب. صاحي صاحي. طب كم واحد صاحي معنا في الاجتماع؟ صح. طب حد هيقوم يرنم معانا ويرنم ويفرح كده؟ من البعد ومن الغربة نادانا ببشرى السلام خلانا رعيته الخاصة وأنهى الخصام. هنوطيها لهم شوية عشان يرنموا معانا. من البعد ومن الغربة نادانا ببشرى السلام خلانا رعيته الخاصة وأنهى الخصام. من البعد ومن الغربة نادانا ببشرى السلام الخصام. بالسماويات بالسماويات خرجنا بكل البركات وأقمنا معاه وأقمنا معاه وأجلسنا في السماويات. وفرح كلنا مع بعض. في السماويات بالسماويات خرجنا بكل البركات وأقمنا معاه وأقمنا معاه وأجلسنا في السماويات. اخترنا اخترنا وخلص بالنعمة ومجانا
اول ما واحد بيسقط مننا يقع يتلاقي الكنيسه قعدت. مش عايزين حد اللي يقف يرنم اعبد الرب كده بطلاقه كده. امين امين. كم واحد جاي يعبد الرب كده ويقول له كده النهارده في السماوات اكون، في السماوات اسكن، في السماوات اعبد، في السماوات يا رب اعيش. لفت نظري منظر رهيب في مطار من مطارات امريكا كده، كان مجموعه من الجيش الامريكاني كانوا نازلين بيغيروا من طياره لطياره. فوجئت بالمنظر الرهيب ده. اول ما مجموعه الجيش الامريكاني كده عدوا في المطار، كل المطار بكل اللي فيه بالموظفين بالناس اللي عاملين ترانزيت كلهم قعدوا يحيوا الجيش الامريكاني ده وهو معدي كده، مجموعه الجيش الامريكاني وهي معديه. انا بصلي من قلبي، بصلي من قلبي ان الوقت ده السماء تشوف الكنيسه بتاعتها وهي معديه بتمر من الارض كده، السماء تحييها. يا عم قول امين ما تدفعش عطا، قول امين ما تدفعش عطا. امين. انا بصلي من كل قلبي ان السماء تبص عليك كده وانت بتمر من العالم ده تحييك، تحييك وتقول لك كده شرفتني يا اخ فلان، شرفتيني يا اخت فلانه، شرفتيني يا كنيستي. فاكرين الايه الجميله اللي كتبها العريس لعروسته في سفر نشيد الانشاد؟ يقولها الكلام الجميل قوي، لقد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. النهارده الرب يبص على الكنيسه ويقولها كده، انا بشبهك مش بفرس بس في مركبات فرعون، لا ده انت المضيئه، ده انت الملتهبه، ده انت النهارده اللي ليكي امتياز، امتياز، امتياز تاني. مجد للرب. ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ولا أبدا الخطر على قلوب الوطن. ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ولا أبدا الخطر على قلوب البشر. يبدأ نوره ضعيف في القلب كان نضيف، يبدأ نوره ضعيف في القلب كان نضيف، يفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف، يفتح يفتح ويضيف. لما طلعوا القمر ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ولا أبدا الخطر على قلوب البشر. ذكرنا بطرنا وداولنا على الصلاة، ذكرنا بطرنا وداولنا على الصلاة، ودي من حامل إله، ودي من حامل إله، تيجي لعب الصبر. ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، نسجد لك أعظم سير، أشكرك لأجل الحرية، وجهك نطلب ونريد، وجهك نطلب ونريد، مجدك وانت المنتظر. ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان، ولا أبدا خطر يا سيد الأسياد يا محبوب العباد، يا سيد الأسياد يا محبوب العباد، يا سيد الأسياد يا محبوب العباد، يا سيد الأسياد يا محبوب العباد. من
مر أنا مطرع عيون واسمع قلبي أذان أنا مطرع عيون واسمع قلبي أذان ولا أبدا خطر على قلوب البشر حررتنا من القيد تسجد لك أعظم صيت حررتنا من القيد قول تاني حررتنا من القيد وجهك نطلب ونريد شعب رب وجهك مجدك وانت المنتظر ألم طار عيون ولا سمع قلبي امتياز يا رب امتيازي ومكانتي النهارده ولا أبدا خطر على سبح رب يا سيد الأسياد يا محبوب العباد يا سيد الأسياد ملنا راحة في بلاد إليك أنت السفر لينا حق نقوم ونقدم لك لينا حق اليوم نشهد عنك يا مكلل بالجود ايامنا وخيرك سابق ترانمنا يا مكلل على شعبك يشهد بجمالك لنا حق نقوم ونهنم لك لنا حق اليوم نشهد عنك ميلنا كذنب من فضل الله واتحط عليك أشكرك ليلك غنى من فضل الله حط عليك حمل أثمنا خطايانا وكفت أحزاننا خطايانا وكفت أحزاننا الصليب اترفعت عنا يوصل أشكرك والمرة معاك قول يا رب اختبر الوقت اللي جاي الصعبة معاك بيسهلها والمرة معاك بنحولها والمالك بينا تعدلها وتعوض صبر اللي انتظرك لنا حق شعبك بتعزية مطير
أشكرك يا رب لأنك تمر بينا، أشكرك يا رب لأنك وإحنا بنعدي عابرين وادي البكاء يصيرونه ينبوعا. وقفت قدام الكلام اللي كنا برنمه، ملنا راحة في بلاد. كم واحد مستريح فيها؟ باين على الوجوه، باين. كم واحد مستريح في البلاد؟ ملنا راحة في بلاد، لكن وإحنا بنمر زي ما قالوا زمان كده شعب الرب، وهو كده قالوا كده هنعدي بس من الحتة دي، وإحنا بنكمل رحلتنا هنمر منها. لما ده يملأ كياناتنا ويملأ أذهاننا وإحنا بنعدي، صدقني صدقني تاني، روح العالم وريحة العالم ومبادئ العالم تلقاها كده نزلت من على حياتك وعلى ذهنك وعلى قلبك، وأصبحت مؤمن حقيقي بتنور بتنور. دي محتاجة مجهود طبعا، دي محتاجة نعمة. عندنا نعمة جديدة ليوم جديد واختبار جديد ودفعة جديدة وقلب جديد عايز يعيش للرب. النهاردة في نعمة، النهاردة في صفو. تكفيني نعمتك يا رب، لأني قوتك في الضعف بتكمل يا رب. تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكملني في ضعفي وتقويني، أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي ومكفيني. تكفيني نعمتك لأني قوتك أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي ومكفيني. حسب قصدك دعيتني وبروحك اتمنتني، بروحك اتمنتني، اخترتيني وفادتني يا لغينا نعمتك، اخترتيني وفادتني يا لغينا نعمتك. تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكملني في ضعفي وتقويني، أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي. يلا كلنا مع بعض، تكفيني تكفيني ضعفي وتقويني، أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي ومكفيني. افتخر في ضعفاتي وفي شدة أزماتي، افتخر في ضعفاتي وفي شدة أزماتي، في جماعة تحركاتي محتاج لي مسحتك، في جماعة تحركاتي محتاج لي مسحتك. تكفيني نعمتك لأني قوتك وتقويني، أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي ومكفيني. تكفيني تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكملني في ضعفي وتقول أفرح وأنا راضي يا رب، أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي ومكفيني. غناك مال احتياجي حبك سر ابتهاجي، غناك مال احتياجي حبك سر ابتهاجي، ارسلني وكن سراجي اعمل في كرمتك، ارسلني وكن سراجي اعمل في كرمتك. تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكمل بضعفي وتقوى، افرح وانا راضي وافرح وانا تكفيني نعمتك، تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكمل بضعفي وتقويني، أفرح وأنا راضي وبنعمتك متراضي، يا مغطي كل الماضي. يا رب نيرك هين، يا رب نيرك هين خفيف، راية الكل ضعيف، نيرك هين
وجهك حلو ولطيف اشبعني بطلعتك، وجهك حلو ولطيف اشبعني بطلعتك، تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكمل بضعفي وتقويني، افرح وانا راضي بنعمتك بتراضي يا مغطي كل الماضي. اخر مره كلنا مع بعض، تكفيني نعمتك لأني قوتك بتكمل بضعفي وتقويني، افرح وانا راضي بنعمتك بتراضي يا مغطي كل الماضي ويكفيني. الله رجع ظهرك لورا، اقوله كده الوقت اللي جاي يا رب، خلي عينيا دايما تكون مرفوعه النهارده لاستقبال نعمه جديده وبركه جديده ومسحه جديده يا رب، تقدر النهارده تحطها على حياتي وقلبي عشان اقدر اكمل. كم واحد عايز يكمل مع الرب؟ امين. قوله كده نعمتك النهارده، نعمتك ماليش غيرك يا رب، فليس لي سواك أنت سندي وروحك يقودني وكلامك. افتح ايدك للسماء وقول يا رب علمني، علمني انتظرك، انتظرك يا رؤيتك يا رب، رؤيتك للدار، رؤيتك. يلا نادع الرب قول له، فليس لي سواك أنت سندي وروحك يقودني وكلامك سيف. فليس لي
شعب الرب يرنم وحدي يقول لي لكي أرى وحديك وحديك ولكي أرى لكي أيوة وصدرك وشخصك ينفع تفتح ايدك للسماء تقول لرب كده فليس لي فليس ما ليش غيرك وحدك السند والسنيد يا رب وكلامك الحب الحب اللي يدوب قلبي فحبك نبع الرجاء نبع في الصلاة كل أمالي كل أمالي قل في وقت ظلمة العالم لكي أرى يسوع 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 والله أشكرك لأجل الاعتناء بي وأنا معدي يا رب أشكرك أشكرك كم واحد يقول هللويا من قلبه كم واحد يقول هللويا تيجي ناخد حتى لو عدد أو عددين من الترتيلة جاية قبل ما يجي الأسيس ناشد بإعلان من قلب السماء لقلبنا النهاردة قول له كده دي إيديك دي إيديك اللي تقدر النهاردة تحوطني وأنا بعدي وأنا بعدي دي ايديك محو تيجي نقف رنة مع بعض حمق وضماني وعناية وعناية إلهية هي كل ضماني هي هي كل ضماني ده حياتي ده حياتي تشهد لله توصل إن رعيك ده حياتي اتكال عليك يا سيد اتكال عليك
مرة هنرنم القرار وهنرنم العدد الأخير، بس عايزك النهاردة وانت بتبص على الرب، انت مش بتبص على موظف في الحكومة اللي الروتين خلى وشه زي اللحاف. فاكرين شكل اللحاف بتاع زمان؟ حد عنده لحاف في البيت؟ اللحاف، عارفين اللحاف اللي فيه حتة 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 كده، فوشه من كتر الروتين بقي فيه كله تجاعيد. الراجل بتاع الروتين ده، انت مش واقف قدام موظف حكومة كل روتين هيعطل ورقك وهيعطل حياتك علشان امضى وهيوديك هنا وهيجيبك من هنا، لا، انت واقف قدام سيد الارض وحدها يسوع المسيح. كم واحد يعظمه النهارده؟ انت واقف قدامه. عشان كده شوف العدد اللي جاي مشغول بيا ده، بيحبك صدقني، بيحبك صدقني، اللي قدام الكاميرا بيحبك، بيحبك حب حقيقي، حب حقيقي مش زي حب العالم. النهارده وهو قاعد على مكتبه مش هيزهقك زي موظف الحكومه. حد زهقه موظف حكومه؟ طيب مش هيزهقك، لكن النهارده وهو قاعد على مكتبه بيمضي كده بتاشيره الهيه النهارده علشان يخليك، انا مش عارف كلمه يمر دي لازقه في قلبي وفي ذهني وانا واقف قدام كليه. وانت بتعدي وانت بتمري في الحته اللي احنا هنعدي فيها دي، بيمضي لك ورق جديد يقول لك كده ليك نعمه جديده وليك بركه جديده وليك مسحه جديده وليك حضور جديد وليك امتياز. لو بصيت على اللي جنبك وقلت له كده افرح برب، اعتقد هيفرح. اعتقد لا، انتوا كده شكلكم خاصمين بعض كده هنقض. كم واحد فرحان برب؟ كم واحد عايز يعظم رب مره ثانيه؟ مشغول بيا وعايل اشكرك على اسمك صوتكم روعة. مشغول بيا وعايل يسوع على اسمك يا يسوع. قول تاني مشغول بيا. مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع. عشان كده ليك راح ارنم وافتح فمي، ليك راح ارنم وافتح فمي بذبايح ترضي. هللويا. مين يعظم الرب في هذا الصباح؟ استحق كل الإكرام وكل التعظيم في وسط الكنيسة. هللويا. ما أعظم وما ألذ الاتكال على السيد الرب. هو يستحق، يستحق. هو مسند، صخرة، حمى، بيرفع وبيسند. خلونا نقرأ مع بعض وإحنا مكملين في رحلة النضوج. عندنا النهاردة يعني محطة جميلة. تعالوا نقف مع بعض واحنا بنقرا كلمة الرب. اخد مقاطع كتابية متفرقة. اول مقطع ايات قليلة من تكوين 39. تكوين 39 والعدد الاول. تعالوا نقرا مع بعض. يقول واما يوسف، ده مختلف، اما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فطيفار
خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. اقرأ معايا: وكان الرب مع يوسف، ما سابهوش، فضل معاه. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. مزمور واحد، مزمور واحد، تعال خد الأعداد الأولى مع حضراتكم وإحنا بنقرأ مع بعض المزمور المحفوظ لنا كلنا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يزبل. وكل حلوة، كل دي، وكل ما يصنعه ينجح. آخر قراءة في يوحنا الثالثة، رسالة يوحنا الثالثة، أخذ الأعداد الأولى، هي كلها صحاح واحد، فناخذ الأعداد الأولى من عدد واحد لعدد أربعة. الشيخ يوحنا الشيخ في نهاية أيامه بيكتب: إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه، بس أحبه بإيه؟ بالحق، بالحق، بجد أو بإخلاص. يقول له كده: أيها الحبيب، أيها الحبيب في كل شيء، أروم، أود أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك، كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشاهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. آمين، آمين. تفضل. يمكن حضراتكم وانتم مركزين في كلمة تكررت معانا في الثلاث شواهد: نجاح. أحلى كلمة ممكن يسمعها طالب آخر السنة: ناجح. أحلى كلمة يسمعها مريض بيعمل عملية: أن العملية نجحت. المريض يفرح والدكتور يفرح. أحلى كلمة يسمعها رجل أعمال بعد تعب أو رجل مجتهد: أنه ناجح. سوف الحقيقة يعني نجاح، وإيه مقاييس النجاح عند الناس؟ يعني إمتى أحكم على واحد أنه ناجح وإمتى محكومش الحكم ده؟ طبعا بتختلف المقاييس. بعض الناس يقول لك: إيه فلان ده نجح ليه؟ حط فلوس في البنك وعنده رصيد وبنى واشترى، فده نجاح. فلان ده نجح ليه؟ خد شهادة كبيرة أو شهادة عالية. مقاييس النجاح عند الناس بتختلف، ومرات كتير المقاييس دي احنا بنشوفها من منظور. روح القدس كلم قلبي في اتنين من اولاده، اتنين بيخدموه. واحد في سفر التكوين صح 6 و7 و8، راجل الرب يشهد عنه يقول له: اياك رأيت بر لدي في هذا الجيل، مش في البلد بتاعتك ولا في المحافظة ولا في جمهورية مصر العربية، لكن لدي في هذا الجيل. ده مين ده؟ نوح. ونوح الرب قال له: روح يا نوح ابن سفينة، لأن خلاص إنه خلاص شر الأرض صعد قدامي، فروح ابن سفينة. ويقول عن نوح في العهد الجديد إنه قعد كارزا للبر. قعد قد إيه؟ بعض الشراح بيقولوا 100، وبعض الشراح بيقولوا 120 سنة. قعد ينادي على الناس: يا ناس توبوا، يا ناس في طوفان جاي، يا ناس ربنا بيحبكم، يا ناس لسه باب الفلك مفتوح. قعد يكرز. حقيقة الراجل ده كل اللي ربحهم في حياته، في حياته في 120 سنة 7 أفراد، وهو كان ايه؟ الثامن. ده واحد ربح بيته، مراته، ولاده الثلاثة، وكل واحد بمراته، ودخل الفلك والباب اتقفل. ده واحد بحكم الناس. 120 سنة ما تربحش غير 7 أفراد يدخلوا معاك الفلك. ايه ده؟ كانش معاك يا عم نجارين، ولا كان معاك حدادين، ولا كان معاك ناس بتعود دهانات، ما كانش يعني ليك قرايب، ولاد عم ولاد خال. انا ناديت بس دول اللي قبلوا ودول اللي دخلوا. تعال روح لقدام شوية. واحد الرب يقول له: روح نينوى، مش رايح.
يا حبيبي البلد دي فيها 12 ربوة، الربوة فيها 10,000، فاتناشر في 10,000 بكام؟ 120,000. البلد دي فيها 120,000 واحد. الناس دي ضايعة، الناس دي تعرفش حاجة عني. أنا بشفق على المدينة دي، أنا بشفق على النوى. روح يا حبيبي نينوى. مش رايح. طب هتروح؟ لا مش رايح. الرب يقول له روح نينوى كده، رايح رايح طرشيش أسبانيا كده. والرب كان مجهز له حوت. ومرات كتير ما بجيش الا في مؤمنين ما يجوش الا بالحوت. ورجعوا الرب وراح. وكانت المدينه مسيره 3 ايام، هو مشي فيها يوم، يبقى مشي قد ايه؟ 3 نقسم على 3 يبقى مشي قد ايه؟ تلت المدينه. ايه الرساله بتاعته؟ مش يا جماعه ربنا، يعني هو قال له انا بشفق على المدينه العظيمه نينوى، مش راح قال لهم ربنا بيشفق عليكم او قال لهم ربنا بيحبكم، لا، الرساله بتاعته رساله دينونه، ربنا هيولع فيكم بنار بعد 40 يوم، ربنا هيولع فيكم. تابت المدينه كلها، ال 120,000 من كبار لصغيرين، وصاموا واعلنوا توبه قدام الرب. طب الراجل ده كرز يوم ربح 120,000، وده كرز 120 سنة ربح كام؟ 7. تختار نموذج مين في الاثنين؟ اختيار صعب. ليه؟ يعني انجاز لي التعبير بتقييم الناس انه نوح خادم ناجح وقد تبدو الخدمة فاشلة، بس يونان بتقييم الناس خادم فاشل وقد تبدو الخدمة ناجحة. تقييم الله غير تقييم الناس. عشان كده ايه مفهوم النجاح؟ تعال اخد معاكم قبل ما ندخل في الرحلة دي واجهز، اصل النجاح الحقيقي النهاردة ربنا هيعمل معانا تغيير للاتجاه او للفكر بتاعنا. يعني مؤمن ناجح او مؤمنة ناجحة؟ ايه مفهوم النجاح؟ انك ضمنت مستقبل عيالك. ايه مفهوم النجاح عندك؟ انك يعني جوزت البنت وارتحت وضمنت للواد مستقبله وخدت له شقه. ايه مضمون النجاح عندنا؟ ده موضوع مهم قوي. تعال اخد معاكم 3 في الحقيقه بحبهم قوي، على راسهم السيد اللي كنا بنرنم ليه، ليه كل المجد. يعني خلينا اقرا معاكم يوحنا 17، والرب يسوع بيقول للاب كده في الصلاه الشفاعيه الاخيره، يوحنا 17 عدد 4 بيقول له ايه؟ يوحنا 17 بيقول للاب انا، اقروا معايا الايه دي بتاثرني، انا، لا ده عايز صوت عالي، انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمله. دي ملخص حياه الرب يسوع كله، بيقول له انا مجدتك على الارض. ادي اهو، بصوا السيد بيحط نموذج، اهو بيحط حاجه جميله، بيقول له انا حياتي هنا كانت لمجدك، انا مجدتك على الارض. مجدتني ازاي يا ابني؟ وهو بيكلم الاب بيقول له العمل اللي انت اديتهولي، العمل الذي اعطيتني لاعمله، عملت فيه ايه؟ قد اكملته. ده سؤال مهم ليا وليكم. مين يقدر يقف مع الايه دي وهو بيصلي في البيت كده او في الكنيسه، يغمض عينه كده وجوه قلبه يقول للاب كده انا مجدتك على الارض؟ حلوه الايه دي مش كده؟ اقدر اقول للرب النهارده انا مجدتك على الارض. بصوا في صح 15 وفي صح الكرمة الحقيقيه ورب بيتكلم في عدد 8 قال لهم ايه؟ بصوا يعني ايه مجدتك على الارض؟ فسرها، يقول ايه؟ بهذا يتمجد ابي ان تاتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كم حد فينا يقول له انا عايز امجدك، انا عايز امجدك؟ ارفع ايدك معايا كده، قول له الرب عايز امجدك. اليومين اللي باقيين في العمر اللي على الارض عايز اعيشهم لمجدك، عايز اجيب ثمر لمجدك، عايز اكون مؤمن يا رب بمجدك في خروجي، في دخولي، في كلماتي، في تربيتي لاولادي، في شغلي، انا عايز امجدك. فاول مفهوم عن الحياه الناجحه حياه لمجده. بس مفهوم تاني تقول لي طب معلش يعني يا سيس، ما انت بتتكلم عن الرب يسوع، يعني احنا بشر غلابة وتحت الضعف. تعالوا نروح لواحد تاني وكان ليه ضعفات. في سفر الأعمال صح 13، خلينا اخد معاكم الآية الجميلة دي، في أعمال 13 عدد 36، واحد اسمه داود جميل، ملك جميل كده، ربنا خده من ورا الغنم، وبعدين يقول عنه إيه؟ لأن داود بعدما
خدم جيله بمشورة الله، ركض وانضم إلى أبائه ورأى فسادا. هو بيحكي عنه بيقول ان داود ده ملخص حياته، ان الراجل ده بعدما خدم جيله بمشورة الله، بيقول الراجل ده خدم جيله كله بمشورة الله، رقد بعد ما خلص مهمته، بعد ما خدم جيله بمشورة الله، مش بمشورة الناس لكن بمشورة الله، رقد. الراجل ده عاش هنا على الارض. صحيح داود لو احنا قلنا داود نقول بس شبع على طول، لو قلنا بطرس نقول انكار، لو قلنا يهوذا باع، لكن الراجل ده في الحقيقة الرب يقول حسب قلبي يصنع كل مشيئتي. هنا بيقول لهم الراجل ده خدم جيله بمشورة الله. في واحد تالت جميل على الروح ليه كده، الرب جابه باختبار قوي، كان اسمه شاول الطرسوسي. الرجل ده بولس الجميل في فيليب 4 حب يلخص، يعني سوري، في تيمساوس الثانية 4، تيمساوس الثانية 4 ده آخر إصحاح كتبه بولس الرسول في كل رسائله، يعني هو آخر رسالة كتبها قبل إعدامه بالشهور، وهو بيقول كده في عدد 6 بيقول آخر كلمات: فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت انحلالي قد حضر. الوقت بتاعي جه. يقول قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت، حب كلمة أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا يعني تلاقي الولد مثلا، يعني أنا بدرس في كلية اللاهوت من يجي 12-13 سنة مثلا في الرسولية، وبعدين يجوا بتوع سنة رابعة كده في الترم الأخير، ولا سيما في آخر مادة، يقول لك أخيرا. تلاقي الطالب اللي في الجامعة وهو بيمتحن، الولد في الثانوية عامة أول ما خلص الامتحانات بتاع الثانوية عامة يقول لك إيه؟ أخيرا. هو بيقول بعد الجهاد الحسن ده، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهورها أيضا. وكانه عايز يقول أنا حياتي هنا بعد ما جيت له عشتها في جهاد لإكمال السعي. مجدتك على الأرض خدم جيله بمشورة الله، جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي. ترى أي حد فينا لما يحب يقيس النجاح في حياته يقيسه إزاي؟ دي مهمة جدا جدا. في ناس يمكن المظهر يقولوا أنه ناجح، بس في الحقيقة الـ 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 الأمر الإلهي. واحد مرة، يعني خلينا أطلع معاكم سفر الرؤية، وده يعني من ملائكة الكنائس، يعني راجل المفروض انه يعني عارف للحق وراجل كويس، بس بيقول كده الرب بيتكلم مع ملاك كنيسة لودوكية، الكنيسة الايام الاخيرة، فبيقول له ايه في رؤية 3، وهو بيقول له انا عارف اعمالك. خلينا اقرأ من عدد 14، رؤية 3:14 يقول ايه: اكتب الى ملاك كنيسة اللودوكيين هذا، يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بدأت خليقة الله. بيقول ايه؟ انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا او حارا. هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. ليه يا رب؟ بصوا، يعني بيقولوا المشروبات الباردة تستقر في البطن، والساخنة الفاترة دي تعمل ميوعة. فبيقول انت، يعني انجاز لي التعبير من على منبر الرب، انت عامل لي مغص، انا مزمع ان اتقيأك. ليه مزمع ان اتقيأك؟ يقول لانك تقول انا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة ولا حاجة لي الى شيء. راح الرب قال له ايه؟ على فكرة ده تقريرك، انك غني ومش محتاج وانك زي الفل، بس تقرير الله بيقول انك انت الشقي وكمان والبائس وكمان وفقير وكمان واعمى وكمان وعريان. الرب بيقول له انا عايز اقول لك على حاجة، انت بتقول انا غني وليس لي حاجة، ده تقريرك خليه لك انت، بس انا اقول لك التقرير الله بقى يا ملاك كنيسة اللودوكيين، انك انت شقي، انت بائس، انت فقير واعمى وعريان. وبعدين يقول له في عدد 18 اشير عليك،
تعال خد مني أنا بقى، ما تاخدش من العالم، تعال اشتري مني ذهبا مصفى بالنار، أصلي أصلي، مش مزيف، مش نجاح مزيف، مش بريق مزيف، مش حاجات بتلمع، لكن خد مني ذهب مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضاء لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك عينيك بكحل لكي ايه؟ كان الرب يقول له انت مش عارف تشوف كويس، خلي الناس يشوفوا اللي يشوفوه، بس المهم سيدك شايفك ازاي وسيدك شايفك ازاي. ممكن الناس كلها تقول ليه انت احسن واحد في الدنيا، بس هو تقريره ايه؟ هو يقول ايه؟ ممكن الناس تقول لك انت راجل بركة، انت راجل بركة، يقول لك انت ست مفيش زيك، خلي الناس يقولوه، بس المهم النهاردة رأي ربنا فيا وفيك وفيك النهاردة ايه؟ ده تقرير النجاح الحقيقي، النضوج في النجاح الحقيقي، مش نجاح مزيف، مش شهادة تتحط في الدرج، مش قرشين يتحطوا في البنك، مش جراطين طين، ولا مش عارف ايه ولا ايه. النجاح الحقيقي انا عايش في خطته ومشيئته ولا لا. بس عايز اوصل للنجاح ده، اوصل له ازاي؟ الطريق للنجاح، اللي عايز يعيش نجاح روحي، اول حاجة الالتصاق بالرب ومعيته. تعالوا ناخد شوية شواهد مع بعض جميلة كده. الشاهد الأول قريته مع حضراتكم في تكوين 39 لما يقول في عدد 2 وكان الرب مع يوسف، كان الرب مع يوسف فكان رجلا إيه؟ ناجحا. احنا عندنا كان شعار مع أولادي اسمه كان فكان. كان الرب مع يوسف فالطبيعي فكان رجلا ناجحا. معية الرب تضمن النجاح الكامل، معية الرب كوني ملزوق فيه ده النجاح الحقيقي، كوني ماسك في الرب وهو ماسك فيا ده النجاح الحقيقي، ما بخطيش خطوة من غيره. بصوا في نفس الإصحاح عدد 23، وأقول لكم على فكرة ربنا أثر قلبي بيها، في نفس الإصحاح في تكوين 39 عدد 23 يقول كده ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده، في يد يوسف، لأن الرب كان معه ومهما صنع، لأن الرب كان معه فمهما صنع. كان الرب يعمل ايه؟ ينجحه. كل اللي كان يحط يوسف ايده فيه ربنا بينجحه، كل حاجة كان بيعملها كان الرب بينجحها. فمعية الرب انا ملزوق. خيالوا، عايز اقول لكم على فكرة رهيبة، يجي عن يوسف مرتين انه ناجح، مرة في بيت فطفار ومرة في بيت السجن. على فكرة يوسف كان محبوب وناجح في بيت بابا، بس ما تكتبش عنه انه ناجح، وكان ناجح في بيت فرعون لدرجة انه هو انقذ العالم من مجاعة، بس ما تكتبش عنه انه كان ناجح، بس يتكتب عنه مرتين انه كان ناجح، وواحدة منهم وهو في العبودية، وواحدة منهم فين؟ في السجن. النجاح الحقيقي يتقاس في اصعب الظروف، مش في الرحب لكن في الضيق. لما تعدي في ازمة إيمانك وإيمانك وإيماني بان على حقيقته. عرفوا لما يجوا يشوفوا الذهب الفلصو من الذهب الحقيقي، ذهب الفلصو لو عليه قشرة مطلب مية الذهب كده وبيلمع، يعد عليه مبرد القشرة تطلع والمعدن الأساسي اللي تحت يبان، الصفيح اللي تحت يبان، بس هات ذهب أصل تعد عليه المبرد يلمع أكتر، المحك يبين نوع المعدن. الراجل ده بان قوي قوي في وقت الضيق، في وقت الألم، في وقت الافتراء، في وقت الظلم، انه ناجح. وعلامة النجاح بتاعه انه كان الرب معه، كان ملزوق في سيده، وحتى لما اتعرضت عليه الخطية وهو شايف الرب كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، وكانه عايز يقول انا شايفه يا عم، شايفه فين؟ وهو لو موجود يسمح لك بالسجن ويسمح لك انك تتعب، انا شايفه. النجاح اول حاجة الالتصاق بالرب. تعال اخد شاهد تاني معاكم، ملوك التاني 18 وعدد 6 و7، واحد اسمه حذاقية. على اقرا معاكم الايات دي بحبها قوي، يقول كده في ملوك التاني 18 وعدد 6 يقول وكان الرب معه. الراجل ده وهو بيحكي يقول كان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان الرب ينجح، كان الرب ينجحه
ويقول كده والتصق بالرب ولم يحد عن الرب لم يحد عنه بل حفظ وصاياه التي أمره أمر بها الرب موسى. وكان الرب يقول كده أن الرجل ده في الحقيقة حفظ يقول التصق بالرب ولم يحد عنه. بصوا الآية اللي قبلها يقول أن الرب كان بينجحه كان بيعمل أمور عظيمة كان حيثما يخرج كان ينجح. وبعدين يجي بعد كده يقول عن الرجل ده أن الرب كان بينجح طريقه بيعمل معه أمور عظيمة ويقول التصق بالرب. النجاح الحقيقي أتلزق فيه النجاح الحقيقي أن أنا أكون ماشي معه خطوة بخطوة. كم حد فينا متأكد أن الرب شايفه في كل اللي بيعمله؟ لا أنتم مكسرين. كم حد متأكد أن الرب شايفه شايف كل حاجة بنعملها كل خطوة بنخطيها؟ طب ايه رأيك وانا بعمل حاجة غلط والرب شايفها انا بخاف على مشاعره؟ مرات كتير اقول يقولوا علينا ايه الناس بس مش خايف يقول علي ايه الرب. مرات كتير بخايف الناس من حكمهم علي لكن مش بخاف ان الرب يبقى قلبه مكسور وزعلان. عشان كده يوسف كان الرب معه حذقية كان الرب معه والتصق بالرب فحيثما كان يخرج كان ينجح. كان الرب بينجح طريقه الرب كان بيعمل معاه امور عظيمة. اول امر اتلزق في الرب. امر التاني في الحقيقة عشان اكون ناجح وده من الأمور اللي بحبها قوي أنه الاعتراف والتوبة. لو أنا مؤمن عندي شوية حاجات مخبيهم عن الرب خطية يقول في مزمور 66 إن رعيت اسما في قلبي. رعيت يعني حوطت أو خبيت أو كبرت. بس في آية مهمة قوي في أمثال تعالوا أخذ معاكم أمثال 28 وهو بيقول كده في أمثال 28 عدد 13 آية مهمة قوي بيقول أنه من يكتم خطاياه لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم. وهو بيتكلم هنا في الحقيقة يقول طوبى للرجل المتقي دائما أما المقسي قلبه فيسقط فين؟ في الشر. هنا بيقول حاجة مهمة جدا من يكتم خطاياه لا ينجح. مفيش نجاح بيجي معاه عدم توبة. مفيش نجاح إلا لما أقر واعترف بأمور قدام الرب. يقول لك بص أنا في الحقيقة أنا خلاص هتوب عن الموضوع ده بس ربنا ينجحني. وبعدين أنا يا رب لو نجحت معايا المشروع ولو نجحت الواد ولو مسكت بإيد وعدتني المشكلة الفلانية أعهدك إن أنا هسيب. لا سيب الخطية وبعدين يجي النجاح. مرات كتير إحنا بنمشيها طريقة مختلفة. بحب قوي دانيال 1:8 لما يتكلم الكتاب يقول لك ايه اما دانيال فجعل في قلبه وضع في قلبه اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخصيان ان لا يتنجس. بس عدد 9 يقول ايه واعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان. سؤال مهم للي صاحيين معايا سؤال مهم قوي أيهما أصبح جعل في قلبه أن لا يتنجس ولا أعطى الله دانيال نعمة ورحمة؟ إنه واحدة جت في الأول جعل في قلبه. مرات نصلي نقول يا رب اديني نعمة ورحمة عشان أعيش لك بقداسة. يقول لي لا تاخد القرار تعيش لي بقداسة تلاقي إيدي اتحطت في ظهرك بتسندك. تاخدي القرار ده إنك تقري وتقر تنجح. دي فيها حتة نجاح روحي. مرات كتير بنخبي التوبة الحقيقية. على روح معاكم واحد من مزامير التوبة الجميلة في مزمور 32 يقول ايه. الراجل بيتكلم في مزمور 32 من عدد 3 يقول ايه. يقول لما سكت. يلا اللي حافظ يقول معايا مزمور 32 وعدد 3 لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله. وبعدين يقول كده في عدد 4 لأن يدك ساقلت علي. بص أحبائي معرفش ليه ربنا واخدني في الحتة دي قوي يمكن حد بيسمعنا يمكن حد موجود. مش معنى أن الرب ساكت يبقى موافق. تاني يمكن حد يقول ايه
اصلا الموضوع ده بقاله 5 سنين 7 سنين، اصل الخطيه دي يعني ربنا يعني معديها لي. لا معديها، مش معنى انه ساكت يبقى موافق. ربنا عنده طرق بيتكلم بيها. يعني اول حاجه عنده صوت همس خفيف هادي يقول لك ما يصحش، ما يصحش تبقى ابن للرب بنت للرب وتعيش في الخطيه دي، ما يصحش. صوت اسمه صوت الرب الخفيف الهادي اللي كلم بيه اليه. فعنده صوت خفيف هادي، مالك هنا انت ده مكانك. بس عنده حاجه مرحله بعد كده اسمها عصاك وعكازك. عنده ايه؟ عصا. يبقى من صوت خفيف نقل للعصا. بس بعد العصا تعرفه عنده حاجة اسمها يدك ثقلت عليا. واحد من رجال الله قال تعبير رهيب جدا، عارف المؤمن لما يتحط في المفرمة كده. بس في مرحلة بعديها، ويعني من ايام عديت في ازمات، يجي بولس الرسول يقول ايه؟ يقول تعبير رهيب جدا، من اجل هذا فيكم كسرون ضعفاء، ويعني من الناس كلها ضعيفه ومرضى والمستشفيات مليانه، وكسرون يرقدون، لاننا لو حكمنا على انفسنا. عارفين يعني يرقدون؟ ربنا هنا بيقول يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي الى يبوسه القيظ. بعدين يقول ايه بقى؟ قلت ايه بقى؟ في عدد 5 يقول اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي. قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اسام خطياتي. وكانه عايز يقول للرب كده، اللي نشفني ويبسني من جوه اني ساكت على الخطيه، فعشان اعدي الحته دي وعشان انجح في الحته دي قلت اعترف للرب بذنبي. اعترف للرب. عندنا ازمه في الاعتراف. واحد يقول اعترف لمين؟ اعترف للرب. طب حد يساعدني؟ المهم انك تعترف، المهم انك تعترفي. ما حطش حاجه جوايا واقفل عليها. هيجي الرب النهارده يقول لي عندك اعتراف صادق؟ يقول كده انه من يقر بخطاياه، وهو بيقول كده من يكتم خطاياه لا ينجح، لكن من يقر بها ويتركها يعمل ايه؟ يرحم. لا ينجح. عشان كده مفيش نجاح مع عدم توبه، مفيش نجاح مع تسطر على خطية. عشان كده يوسف كان ناجح رغم انه دخل السجن، بس ناجح. ده امره مهم جدا. يبقى الالتصاق بالرب ومعيته. 2 التوبة. بس من الحاجات الجميلة اللي تخلينا ننجح الحياة بحسب كلمة الله. كلمة الله الدستور الجميل ده. لكم كلمة رهيبة جدا. هذا الكتاب عليه حرب شرسة رهيبة من كل جهة. الكتاب ده لو يطول العدو انه يخفيه كان خفاء من الاف السنين. الكتاب ده كلمة الله الحية، كتبها اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. الكتاب ده اسمه وحي. كل الكتاب هو موحى به من الله. كلمة وحي مش كلمة عربية، كلمة دي معناها انفاس الله. انفاس الله. وانت قاعد بهدوء وخشوع قدام كلمة الرب، ولو انت هادي كده وبتسمع ومصلي بتسمع انفاسه جاية في ودانك في ودانك. الكتاب ده عليه حرب رهيبة، عليه حرب من بره وعليه حرب من جوه. حرب من بره يقول لك ده محرف، طب هات لي يا عم النسخة الاصلية. لا ما عنديش النسخة. طب عرفت منين انه محرف؟ عرفت منين؟ طب مين قال لك اتحرف؟ طب ايه الايات اللي اتحرفت؟ طب ايه الايات الحقيقيه؟ طب مين اللي حرفها؟ لا ما عندوش رد. بس هو يقول هو محرف. مره حد قال لي على فكره الكتاب ده احنا ما بنحبش نقرب له. ليه يا عم الكتاب ده؟ ده كتاب الرب، يعني هو اللي حافظه، وده الكلام اللي نازل من عنده من فوق. يقول لك انا في الحقيقه قالوا لي من زمان الكتاب ده مسحور. قلت له يعني ايه مسحور؟ قال عليه سحر. اي حد بيمسك الكتاب ده بيقلب كيانه. قلت له انا وافقك، ما فيش حد مسك الكتاب ده الا لما قلب كيانه. ليه؟ لانه كلمه الله الحقيقه فبتغير عليه ايه؟ ما هو كان مقلوب، فلما تقلب المقلوب يتعادل. ما هو المقلوب لما تقلبه على الناحيه الثانيه يتعادل، فربنا بيعدل كيان الناس. عشان كده حرب من بره. بس في حرب من جوه. يعني يقول لك ايه مثلا؟ ايه يعني؟ احنا عندنا شويه مدارس الايام دي. ربنا يرحم الكنيسه ويرحم الشباب الصغير. ما هو ليبرالي؟
وما هو ترجمات غير صحيحة. يعني آخر ترجمة الكتاب المقدس أنا عندي اللي يحب أبعتها له حاجة 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 وللأسف ناس مشرفة على الترجمات دي بتعطل هوت. يعني أنا قريت الكتاب ده كله عشان ما أحكمش، أو لو حد سألني قريته كله، كل كلمة الابن ابن الله شايلها كده وحط مكانها الابن الروحي. دي مصيبة كبيرة. يعني بنوة المسيح للآب معناها بنوة معنوية مش حقيقية، وجايب كل كلمة قيامة شايلها وحاطط كلمة رفعه، يعني قيامة الرب يسوع دي مش حقيقية، والناس موافقة. فعليه حرب رهيبة من برة وعليه حرب رهيبة من جوة، بس ستثبت كلمة الله للمنتهى. أي مؤمن أي مؤمن مرتبط بكلمة الله ما تخافش عليه. واحد من رجال الله قال لك إيه؟ يوجد رجاء لأعظم خاطي يقرأ في كلمة الله، وهناك خطر على أقدس مؤمن يترك كلمة الله. هل الكتاب ده عندنا في البيت؟ تعالوا نقرأ مع بعض شوية آيات يقولوا إن الكلمة دي فيها النجاح. أنا ما أحبش أقول حاجة من غير شاهد كتابي. أول شاهد مزمور واحد. مزمور واحد يقول إيه؟ طوبى للرجل. يعني إيه طوبى؟ يالو صح، يعني يا بخت وهنا وسعادة الراجل. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطى لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ثم حياته بيعمل فيه، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون. هذا الرجل يكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه، المياه الجارية الفريش اللي جاية نبع مش واقف، مش مية راكدة لكن مية جارية. يقول كده، يقول تعطي ثمرها في أوان وورقها لا يذبل. بص بقى الراجل المرتبط ده اللي في ناموس الرب مسرته، يقول كده كل ما يصنعه ينجح، كل ما يصنعه ينجح. عشان كده كلمة الله فيها النجاح. ليه؟ دي كلمة الله، ده الدستور. طب أيه كمان؟ في تثنية 29 عدد 9، تثنية 28 و 29 بيتكلم عن البركات واللعنات. بس يقول ايه؟ يقول حاجة جميلة في تثنية 29 عدد 9، يقول ايه؟ فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي ايه؟ تفلحوا. يعني ايه تفلحوا؟ تنجحوا في كل ما تفعلون. إن حفظت كلمة الله تحفظك وتنجحك. فاحفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل، مش في جزء، في كل ما تفعلون. تحفظ كلمة الرب تضمن نجاحك. يعني أحفظها صمها كده وأقعد حد يسمع لي؟ لا، أحفظها يعني أعيش بيها، أعيش بيها. آية كمان خلينا نروح معاكم، يشوع 1:7-8. لما الرب جه كلم يشوع قال له ايه؟ يشوع 1:7 قال له انما كن متشددا. شد حيلك يا واد، اوعى يشوع تقول انك انت ان انت غلام وان موسى قد مات. كما كنت مع موسى اكون معك. انما كن متشددا وتشجع لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي امرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. عدد 8 يقول له تعبير تاني، يقول له يبقى لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وكأنه يقول له في الوقت ده انت هتنجح لما تاخد بالك من الشريعة دي نهار وليل تلهج فيها. او انا احكم على الشعب وهقسم الارض، ولا حارب الحروب، ولا اقعد قدام كلمة الرب، هعمل ايه؟ يقول له خليك وانت بتتحرك، كلمة الرب هي اللي هتحفظك وهي اللي هتوجهك، هي اللي هتعمل معاك امور عظيمة. كلمة الله. ملوك الاول 2 وعدد 1 يقول كده انه داود في اخر ايامه لما قربت. ملوك الثاني اصحاح، ملوك الاول 2 والعدد الاول يقول لما قربت ايام وفاة داود اوصى سليمان ابنه. اخر الكلام هو احلى الكلام واهم الكلام. عارفين لما يقب كده يجي يموت فيروح موصي ابنه يقول له ايه؟ خلي بالك من العيال. ولو هو بقى عنده قرشين يقول له ايه؟ يا ابني انا تعبت لحد ما حوشت القرشين دول،
شد حيلك وخليك راجل، خلي بالك من مامتك وخلي بالك من اخواتك. بس هو لما داود جه وصى ابنه قال له انا ذاهب في طريق الارض كلها، فتشدد وكن رجلا، وبعدين قال له ايه؟ احفظ. بص الوصيه، بص الاب اللي بيحب الرب، احفظ شعائر الرب الهك، استسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه واحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعه موسى، لكي تفلح، عشان تنجح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. انا عايز احط الايه دي قدامكم. قال له تحفظ شعائر الرب، تسير في طرقه، تحفظ فرائضه وصاياه واحكامه وشهاداته، يقول له لكي تفلح في كل ما تفعل، كل ما تفعل وحيثما توجهت. منين ما تروح تنجح واللي تعمله تنجح فيه، بس تحفظ شعائر الرب. فكلمه الرب ده امر مهم. طب واحد يقول لك ايه؟ اصل انا ماليش تقل على القرايه. لا، احذر تحذير، طالما في بركات خليني اخد معاكم سفر العدد صح 14. سفر العدد صح 14 وآية 41 يقول ايه؟ قال موسى لماذا تتجاوزون قول الرب؟ انتوا ليه بتتجاوزوا قول الرب؟ ليه بتتعدوا كلمة الله؟ لماذا تتجاوزون قول الرب؟ فهذا لا ينجح. وكانه عايز يقول حاجه اللي انتوا بتعملوه، يقول كده، يقول انه لان الرب ليس في وسطكم. وهو بيقول كده لئلا تنهزموا امام اعدائكم، بيقول لهم انتوا ليه تعدتوا قول الرب وشريعه الرب؟ هذا لا ينجح. وانا بعد كلمه الرب دي، طب احنا بيهمنا اولادنا يذاكروا، اولادنا ينجحوا، اولادنا يعني. مره انا كنت جديد، بس كانوا في الكنيسه القديمه، وبعدين جت ام، انا افتكر يعني مش من شعب الكنيسه، بس جت وكان لسه مش ايام داخلين على ثانويه عامه زي كده، بس جايه ام شكلها صغير يعني مش كبيره، وجايه بتبكي يعني، وتقول لي يا قسيس انا عايزك تصلي لاجل ابني. ماله ابنك؟ ابني في الحقيقه يعني ولد مجتهد، ولد كويس، بس الولد مش بيحفظ الايات اللي موجوده في المنهج، وانا خايفه عليه تيجي واحده منهم في الامتحان وبعدين يعني ينقص درجتين ثلاثه فما يخشش كليه الطب. قلت لها عديمت عينيكي، عشان الولد محفظش مش عارف ايه ولا ينقص ايه. كم مره بكينا عشان ولادنا بعاد عن كلمه الله، كم مرة بكينا لأن أولادنا مش بيفتحوا الكتاب المقدس، كم مرة وصيت بنتي قلت لها تعالي نقرأ مع بعض مزمور ونصلي أنا وإنتي، كم مرة مسكت ابنك كده وجيت في مرة كده جبت لابنك أعظم هدية كده وهو ناجح، رحت جايب له كتاب مقدس فخم كده، قلت له الكتاب ده أنا جايبه لك عشان يبقى رفيق رحلتك. كم حد في الاجتماع مع كتابه الخاص؟ طب ارفعوا. كم حد معاك هنا في الاجتماع ولا معاه في البيت؟ ادي واحد اتنين. لا ده في عدد كبير، اشكر رب. طيب اشجعكم الوقت اللي جاي، اللي جايبين كتابهم النهارده هيسيبوا لي اسماء مع اخويا ماهر او اخويا اشرف، ليهم هديه كبيره عندي. واشجع كل حد يجي الاجتماع ومعاه ايه؟ معاه ايه؟ كتابه. ليه؟ اتشرف بيه ان وانا في الاجتماع لما ربنا يلمسني بايه هعلم عليها واكتب عليها حاجه. ينفع نشيل كتبنا ويجي بيها؟ طب اسالكم سؤال كده، اللي الكتاب ده يشرفه يدي المجد للرب في هذا الصباح، اللي الكتاب ده يشرفه يقول له كتابك فين؟ كتابك فوق راسي، هشيله واتشرف بيه وهروح بيه الكنيسه، مش همشي من غيره الايام اللي جايه، وهجيب قلم معايا وهكتب. يقول كده انه كلمه الرب فيها كل النجاح، فيها كل النجاح. تحب الكلمه دي؟ احبائي خدت على قلبي، على فكره عندي وعظات تشجيعيه مليانه اختبارات كتير، بس الرب قال لي البث ده وشعب الرب محتاج لكلمه حقيقيه حيه وتعليم. بصوا معايا في اعمال 2 ليه الكنيسه كانت قويه. هرجع للنص ده 100,000 مره. في اعمال 2:42 الكنيسه الاولى ليه كانت قويه؟ بصوا اقروا كده اعمال 2:42، كانوا يواظبون. يعني يواظبون باستمرار ومداومه، كانوا يواظبون. بصوا عد معايا كده على رقم واحد ايه؟
تعليم الرسل، اثنين الشركة، ثلاثة كسر الخبز، أربعة صلوات، وبعدين يجي التسبيح، وبعدين يجي الكرازة رب يضم. بس أول واحدة كانوا بيوظبوا عليها، حطها لوقا الطبيب على رأس الأولويات، إنه الكنيسة الأولى أول اهتمام عندها، أول اهتمام للكنيسة الأولى مش كان أي حاجة تاني، بس اهتمام الكنيسة الأولى تعليم الرسل. الكنيسة اللي ما فيهاش تعليم كنيسة هوى، محمولة بكل ريح تعليم. عارفين يقول لك الناس انه الناس بتعود برية، الناس دول كانوا اشرف من الذين فين. ليه يعني ليه؟ قال كل يوم فاحصين الكتب، هل هذه الامور هكذا؟ كل يوم كل يوم كل يوم قاعدين يفحصوا الكتب. امال احنا كمؤمنين ايه اللي بيجيب معانا؟ يقول لك الوعظة النهارده ما كانش ليها حل. ليه؟ اختبار جه على الجرح، ربنا هيشفيك ويغنيك ويديك ويبارك فيك ويوسع حواليك. ايه الحق اللي خدته معايا؟ بيشفي بيشفي، وبيحرر بيحرر، ويشيل ويحل مشاكل بيعمل كده. بس النهارده ربنا عايز نكبر في الايمان، وكل ما اكبر كل ما الرب ينقلني نقلات حقيقيه. كلمه الله كلمه الله. بس في امر مهم قوي قوي، يلا الوقت اللي جاي امشي بسرعه. يبقى خدنا معيه الرب واتلزق بيه عشان اكون ناجح، اتنين توبه حقيقيه من القلب، ثلاثه كلمه الله تدي النجاح، اربعه في امر مهم قوي، الصلاه وطلب وجه الرب. اوعى تخطي خطوه او تخطي في موضوع من غير ما تاخدي وتاخد راي الرب فيه. هاخد نموذج راجل حلو قوي قوي، كان اسمه العاذر الدمشقي. تكوين 24 الراجل ده عمل حاجه مهمه قوي قوي، حابب اقولها لكم. لما جابوا ابراهيم وقطع معاه عهد وقال له ما تجوزش ابن من بنات الارض، ترجع وتجيب له عروسه من ارضي. فالراجل ده عمل حاجه رهيبه جدا. هو يعني وانتوا بتقروا تكوين 24، هو صح طويل شويه، اقروا لما تروحوا تلاقوا الراجل ده عمل ثلاث حاجات مهمين. قبل ما يتحرك صلى، قبل ما يعمل اي حاجه، قبل ما يعمل اي حاجه يقول كده في عدد 12 الصلوه بتاعته، يقول قال أيها الرب إله سيد إبراهيم يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيد إبراهيم. بس لما راح عند البير وعين المية، بصوا خلينا أخذ معاكم عدد 21، حط علامة، قال اللي هقول لها سقيني تقول لها سقيك واسقي جمالك بعد ما صلى، هي دي اللي ربنا قال عليها. فيقول إيه؟ أنه أول ما جت رفقة كده يقول والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أنجح الرب طريقه أم لا. الراجل ده أول حاجة صلى أول صلوة لما كان بيتحرك، يسر لي الأمر. وبعدين لما الرب حدد رفقة يقول كده في عدد 26، لما تحقق إن هي دي ولا مش هي، أنجح الرب طريقي، خر الرجل وسجد للرب. شكرا شكرا، قلت لك يسرها، عملت إيه؟ يسرتها ونجحتني. عايز اقول لك مبارك الرب اله سيد ابراهيم الذي لم يمنع لطفه وحقه عن سيدي، اذ كنت وانا في الطريق هداني الى بيت اخوه سيدي. ايه الروح القدس العظيم ده؟ وبعدين لما راح عندهم، وبعدين يعني قال لها تتحرك معايا، لا خلاها 10 ايام، قال لماذا تعوقون والرب انجح طريقي؟ يعني ما توقفوش الموضوع، ما توقفوش اللي ربنا ممشيه. وبعدين راح صلى صلوة ثالثة، في لو تبصوا معايا في عدد 52 يقول بقى انه وكان عندما سمع، يلا في تكوين 24 وعدد 52 يقول كان عندما سمع عبد ابراهيم كلامهم انه سجد للرب الى الارض. بصوا وهو بيتحرك قال له يسر لي الامر، ولما الرب عينها سجد وقال له شكرا ليك لانك نجحت طريقي، وهو راجع بيها سجد للرب الى الارض وقال له شكرا ليك لانك يعني صنعت احسان ومعروف. الصلاه، عذر الدمشقي يعلمنا انه الصلاه تنجح الطريق. شوف يقول ايه، يقول ايه التعبير الرهيب جدا، هداني هداني. انا كنت طالب مشورته حباي، بينا بيضحك علينا في حاجات كتير، بينا بناخد بالمنظور. بس كم حد فينا يقول للرب ما تخلينيش اخط خطوه الايام اللي جايه بدون ما اخد رايك ومشورتك؟ ما عملش حاجه كبيره ولا صغيره غير لما اخد رايك فيها في اسم الرب يسوع. حد يقول معايا امين؟
بعنا واشترينا ورحنا وجينا وجوزنا بس ما قلنالوش ايه رأيك. اول ما الدنيا تبتدي تعك نقول له ايه؟ الحق. اما يهمك اننا نهلك؟ احنا بنضيع وانت سايبنا. طب ما من الاول من الاول من الاول. يا مرات ما ناخدش فيها رأي الرب ولما الموضوع نشوفه نقول للرب ايه؟ سايبنا 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 سايبنا. يجي الرب يقول لي طب انت خدت رأيي؟ طب انت خدت رأيي؟ يمكن حكيت لكم ولا لا، بس مره زمان في بدايه خدمتي كان في مؤتمر كبير للقاده كان معمول في الامارات في دبي، وبعدين المؤتمر 22 يوم وصعب جدا وكل يوم 6 محاضرات غير الصلاه الصبح وبالليل. فجم قالوا معلش انتوا في دبي فلازم نديكم يوم حر كل حد فيكم يخرج اللي هيشتري حاجه لبيته او عياله او كده. وبعدين كنا مجموعات من 13 دولة، ففي أحد الأحباء العابرين الحلوين الجمال كان معانا في المؤتمر فمش عايز يخرج، قلنا له لازم تيجي معانا لازم تخرج معانا. كنا مجموعة كبيرة، خرجنا رحنا سوق كبير كده مول كبير، وبعدين عجبنا قميص فقلنا نجيب زي بعض كلنا ونلبس كلنا زي بعض. فهو الأخ أحمد معانا فبقول له تجيب قميص زينا، فقال هو قميص كويس بس جه جنب الفاترينا كده وراح مغمض عينيه كده وراح واقف. احنا واقفين في المول والمول زحمه، فراح واقف حوالي نص دقيقه كده مغمض عينيه. انا مستغرب هو بيعمل ايه، فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال لي باخد رايه. فانا ضحكت قلت له بتاخد رايه في ايه؟ قال لي باخد رايه في القميص. راح الروح القدس قال بياخد رايه في القميص والمؤمنين مش بياخدوا رأيه في البيع والشراء والجواز، بياخد رأيه في حاجة. بقول له تاخد رأيه في القميص يعني ده قميص؟ قال أنا متعود أشاركه بكل حاجة أصله حبيبي، أنا بشاركه بأطق تفاصيل حياتي. كم حد فينا تعود أنه يشارك الرب؟ الرجل ده صلى قبل ما يروح والرب عمل معاه أمور عظيمة. تعالوا أقرأ معاكم حاجة عن واحد تاني في أخبار الأيام التاني 26 العدد الأول عن عزية. الآية دي بحبها قوي، أخبار الأيام التاني 26 من عدد 1-5 يقول إيه؟ يقول وأخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن 16 سنة. 16 سنة يعني تقريبا تلت أعدادي أولى ثانوي، ولد في تلت اعدادي خدوه ملكوه على يهوذا. يقول كده انه عوضا عن أبيه أماصيا. وبعدين يقول ايه بقى؟ يقول وهو ابن أيلة بنى أيلة وردها ليهوذا بعد اضجاع الملك مع أباه. وبعدين يقول ايه؟ وكان عزية ابن 16 سنة حين ملك وملك 52 سنة. لو حد شاطر بيحسب هو ملك سنه 16 وعاش وملك 52 يبقى كام؟ 68 سنة. يقول وأمه يوكاليا دي من أورشليم ده اسم مامته. يقول وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أماصيا أبوه. بعدين يقول لك وكان، الآية دي تتبروس كده، وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم. في واحد جميل كده اسمه زكريا كاهن فاهم، الفاهم بمناظر الله، وفي أيام طلبه الرب. اقرأ معايا الآية دي، عمل ايه؟ أنجحه الله في أيام طلبه للرب، أنجحه الرب. وكانه عايز يقول ليه نجح الراجل عزية ده؟ ليه نجح وهو في بداية 16 سنة؟ 16 سنة عيالنا اللي في تالت اعدادي مثلا، ايه ذهنهم دلوقتي؟ هاتوا الولاد في السن ده وتقول له ايه يعني افضل امنية عندك؟ انت عايز ايه؟ عايز لعبة، عايز تليفون، عايز ده، عايز عجلة، عايز مش عارف ايه. هو ملك على شعب يهوذا سنه 16 سنة والرب حط ايده في ظهره 52 سنة. بس يقول الراجل ده كان في ايام زكريا الفاهم. زكريا راجل خادم جميل حط ايده على الولد ال 16 سنة ده ودعمه بالصلاة وكان فاهم بمناظر الله. يقولوا لما كان الراجل ده في الحقيقة عزية يعني يطلب الرب في ايام طلبه الرب انجحه الله. ما فيش مؤمن يطلب الرب من قلبه والرب بيسيبه. طب مين عايز يرفع ايده معايا يقول له ما تسيبنيش؟
أنا أصغر من أن أنا ربي، وأصغر من أن أنا أعمل، وأصغر من أن أنا روح، وأن أنا يا رب أبقى بقول مشورة. بس أنا عايزك النهاردة، أنا بطلبك، يقول طلب الرب أنجحه الله. فهنا طلب الرب يجيب النجاح، بس خليني في الديتين ثلاثة اللي جايين كمان انتظار الرب يجيب النجاح. تقول لي فين؟ مزمور 37 عدد 7 يقول انتظر الرب. مزمور 37 7 ده ايه جميل؟ انتظر الرب واصبر له. 37 7 انتظر الرب واصبر له، لا تغر، ما تغرش من الذي ينجح في طريقه. في نجاح مزيف ما تبصش عليه. بس عايز اقول لك، بقول لك على حاجة، انت خليك منتظر الرب واصبر له، لان هو اللي عنده النجاح الحقيقي، ما تغرش من نجاح الاشرار. وكتير من رجال الله، يعني مزمور 73 الراجل اساف غيرته من الاشرار، مالهم عيالهم وبقرهم وصحتهم وكل حاجة ناجحة، حتى دخلت الى المقادس نظرت لاخرتهم اذ هي للبوار. وبيقول الرب انا بليد، انا مش فاهم. عشان كده انتظار الرب في كل النجاح. بس نفسي أقول إعلان لحد موجود، أقوله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وإنت مستنى الرب ومنتظره لا تنط من الشباك ولا تزق الباب بكتفك. تاني، في مؤمنين بينتظروا بس مع طول الوقت يروح عامل إيه؟ الباب مقفول، فروح مديله إيه؟ كتف كده. أقول لك إيه؟ يعني طال الانتظار. يجي رب يقول لك إيه؟ اتعلم إنك تنتظرني، ما تنتظرش ناس ولا تنتظر أحداث ولا تنتظر حد يعمل معاك حاجة، أنا اللي أحلها من عندي، انتظار الرب. بس كمان الإدراك، الإدراك الذهني، تقول لي جايبها منين دي؟ إدراك الذهن الواعي. هقول لكم آية خطيرة في تيمساوس الثانية 1:7 يقول كده بولس لتيمساوس، انا عايز الايه دي خليها للاخر عشان تحطها في ذهنك وانت مروح كده. يقول لتيمساوس، مساوس الثانيه 1:7 يقول ايه؟ لان الله لم يعطنا روح الفشل. اما لو انا في فشل مرمي عليا جاي منين؟ ربنا ما بيديش فشل. واحد يقول لك ايه؟ انا ربنا فشل كل مشروعات. اقول لك كتابيا اللي بتقوله ده غلط. ربنا فشل الموضوع ده عشان يعمل معايا كذا. ربنا فشلني في شغل عشان اخدمه. ما يعملش كده. اللي يطلع لربنا يخدمه يطلع من عز النجاح بتاعه. عشان كده هنا بيقول الله لم يعطينا. اما لو انا عندي فشل ده جاي منين؟ ده من ابليس. لكن الله عنده نجاح بالروح القوة والمحبة والنصح. ارفع ايدك معايا وقول في اسم الرب يسوع، انا ارفض روح الفشل، ارفض روح اليأس والاحباط اللي بيترمي عليا او بيترمي على حد من ولاده. قول امين في اسم الرب يسوع. لا لروح الفشل، مفيش فشل عند الرب. الفشل ده ابليس اللي بيرميه علينا. عشان كده ادراك واعي، الله لم يعطينا روح الفشل. بس كمان حاجة، آية هختم بيها في جامعة 10:10 في آية جميلة هختم بيها ونصلي مع بعض. جامعة 10:10 يقول إيه؟ الآية دي غريبة شوية بس هي يلا، الآيتين دولة الله لم يعطينا روح الفشل، بس الآية دي يقول إيه؟ يلا اقروا معايا كده، بيقول إيه؟ إن مش إن كل، إن كل الحديد. كل، تعرفوا الواحد لما يكل يقولك أنا كليت، أنا فضبي. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده، فليزداد القوة يزيد القوة، أما الحكمة فنافعة لإيه؟ للإنجاح. أقرأ لكم في ترجمة تفسيرية عشان دي صعبة شوية، بيقول إيه؟ الفأس التي كلت ولم تسن تحتاج إلى مجهود أكثر في استعمالها. يعني أنت لو معاك سكينة بتقطع حامية فمن أول واحدة، طب لو السكينة دي تلمى فتاخد مجهود كبير. فبيقول الفاس التي كلت ولم تسن تحتاج إلى مجهود أكثر في استعمالها، أما الحكمة فتساعد على الإنجاح. الحكمة ناجحة للإنجاح، الحكمة النازلة من فوق. طب ومن تعوزه حكمة؟ يعقوب 1:5 يقول وإنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. مين محتاج حكمة للإنجاح؟ بص، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك. في آية جميلة تقول لا تتعب كي تصير غنيا، كف عنا فطناتك. مش بالشطارة، مش بالشطارة، مش بالشطارة.
مش بالشطارة. واحد يقول لك ايه اصلا انا في الحقيقة يعني 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 مش بالشطارة. سيدك لما يحب يغني بيغني، وسيدك لما يحب يدي بيدي. كم حد يقول له خليني ملزوق فيك؟ مين عايز يكون ناجح بحسب مقاييس الله؟ مين عايز يبقى ملزوق في الايام اللي جايه؟ غمض عينك وغمض عينك معايا واحنا بنختم الوقت اللي جاي مع بعض ده، بس قول له انا محتاج لك. يلا صلي معايا كل اخواتي اللي على البث المباشر معانا في كل مكان في كل دوله في العالم، قول للرب كده انا محتاج تحط ايدك في ظهري، انا محتاج الايام اللي جايه يا رب اتلزق في كلمتك والتزق اتلزق في شخصك، انا محتاج الايام اللي جايه قلبي يكون نظيف وقناع قنوات البركة سلكة ومفتوحة عشان استقبل اللي على قلبك الأيام اللي جاية. مين يقول له يا رب تقرير الناس ما عادش يفرق معايا كتير، بس يفرق معايا، يفرق معايا صوتك ويفرق معايا تقريرك ويفرق معايا كلامك. ارفع ايدك للسماء قول له الباقي في العمر يكون في النجاح، يكون في النجاح في اسم الرب يسوع. لا للفشل، لا للإحباط، في اسم الرب يسوع لا للانطراح، في اسم الرب يسوع لا للاستسلام، في اسم الرب يسوع كل روح فشل وتعب. انا عايز اصلي مع ناس موجوده هنا، كل خنقه رماها العدو عليك الوقت اللي فات وكل تعب وحمل على ظهرك سيدك يشيله في هذا الصباح، قول للرب عايز اكون ناجح، ناجح في بيتي وناجح في عملك وناجح يا رب في عبادتك وناجح يا رب في حياتي على الارض، احقق مشيئتك في اسم يسوع. ارسلني ربي بدم الصليب، انت يا من جئت بالفدا العجيب، ارسلني ربي بدم الصليب، انت يا من جئت بالفدا العجيب. بتصلي وانت بتصلي في الدقايق اللي باقية في البث وبعد كده هنكمل مع بعض، تقدر تقول للرب امسك بايد الايام اللي جاية وما تسيبنيش، كمل معايا كمل معايا. تعرف عايز اقولك على حاجة، اقولك على حاجة، في اية جميلة في الكتاب يقولي وفي الشيبة ايضا يسمرون ويكونون دساما. حتى والشعر لما بيبيض سيدك عنده نجاح، نجاح ملك سنه 16 و52 سنة مشيهم مع الرب في نجاح، يوم ما ارتفع قلبه وقع، وقع. طول ما هو ملزوق في الرب ناجح، طول ما هي ملزوقة في الرب ناجحة. كم حد يقول له حط ايدك في ظهر الوقت اللي جاي، كمل معايا كمل معايا. لن نقبل روح الفشل. تعالوا نقف مع بعض. أنت أيها الجبل
أعلن أقبل روح البشر. من أنت أيها الجمال؟ وانت واقفة وانت واقف حط ايدك على قلبك كده قل له في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع لا اكون الا في النجاح، هذه مشيئتك من نحوي ان اكون ناجحا في كل جوانب حياتي في اسم الرب يسوع، لا للفشل لا للاحباط لا للانحناء لا للاستسلام لكن في النجاح في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. يلا وانت بتصلي قبل ما نختم كده قول له حط ايدك عليا، حط ايدك على اولادي على بيتي، اكون ناجح في اسم الرب يسوع روحيا روحيا، اكون ناجح جسديا، اكون نفسي صحيحه وناجحه، ولادي ناجحين بحسب مقاييسك في اسم الرب يسوع. قول له حط ايدك عليا العمر اللي باقي، اكسر 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 كل سهام العدو يا رب بالتفشيل بالانحناء في اسم الرب يسوع. بشكرك لاجل حضورك في وسطنا، وبشكرك لاجل الروح القدس اللي بيتلامس معنا. اذكر كل حد بيسمعنا من بيته واذكر شعبك امامك في اسم المسيح لكل الإكرام كل المجد. آمين آمين.